انا وجهة نظري ان الماتش بكره لا ماتش هيبقى ماتش حساس، والغيابات طبعا هتاثر بشكل كبير على فريق نادي الزمالك. ليه انا بتكلم في النقطه دي؟ ان اصلا موضوع كاس الرابطه لما احنا لعبنا ودعمنا بالناشئين، اخر حاجه لينا او الذكريات اللي كانت بالنسبه لنا في الفتره الاخرانيه بتاع كاس الرابطه يا كابتن سيد ما كانش كويسه. صحيح. فبالنسبه لي ان انا ممكن اللعيبه او الناشئين عندهم، انت عارف لما بيبقى مثلا في حاجه انعدام الثقه، ان انا قبل كده كان عندي ذكريات او مثلا في بطوله او ماتشات لعبتها في كاس الرابطه مع فرق كبيره وفرق دوري ممتاز وما كنتش على المستوى او كنت دون المستوى، فبالنسبه لهم برضو ان هو ماتش بكره ماتش كاس متخوفين منه، ممكن الماتش يمتد لا قدر الله لوقت اضافي يحصل فيه ضربات جزاء، فبالنسبه للعيبه ممكن نفسيا ممكن ما تقدرش تتعامل مع المباراه. اللعيبه الصغيره طبعا، اللعيبه الكبيره بالنسبه لهم طبعا لعيبه خبرات ولعيبه موجوده، بس زي ما الكابتن سيد قال احنا برضو النواقص اللي موجوده عندنا هيبقى عندنا مشكله كبيره في خط الظهر. مفيش غير النقص اللي ممكن تخوف في خط الظهر، لان خط الوسط والهجوم او الاجنحه لعيبه كبيره وعندها خبرات. لا وكمان في الجزء وكمان الخلف. وكمان في نقطه كمان انا عايز اضيفها، ان الفتره اللي فاتت في الدوري مستر فيريرا بيعتمد دلوقتي على طريقه جديده، طريقه ان هو بيلعب ثلاثه ورا فلات. لعيبه الزمالك ما كانش واخده على الطريقه دي. فبالنسبه لك انت اللعيبه اصلا اللي كانت موجوده عندك وخبرات الهاكم محمود علاء او الونش او محمد عبد الغني لما كانوا بيلعبوا كانوا لسه ما انسجموش برده او خدوا ان هم يقدروا ان هم ينفذوا الطريقه دي بشكل كبير. صحيح. فما بالك بقى فما بالك ان انت اصلا كده كده محمد عبد الغني بس اللي موجود والونش مش موجود ومحمود علاء، فانت لما بالنسبه لك عبد الغني بقى موجود وان انت عايز تطعم او تدي فرص للعيبه صغيرين، انا بيتهيالي لا الموضوع بكره هيبقى صعب.